تينا نحن ماركة خبز. ليهم في الكرة طبعا. نحن ماركة خبز. ما بالسياسة لا. عدالة انتقالية. العدالة الانتقالية من المفروض هي باش تكون محاسبة المذنبين واللي عندهم ملفات فساد، هذه هي العدالة الانتقالية اللي لحد الآن الشعب المصري الشعب الكل قاعد ينتظر فيها وما تمتش، قاعدين عاملين لها طاولة وكراسي وندوات ولقاءات لكن عمليا ما تم حتى شيء، ما تمش عدالة انتقالية. والله ما نعرفش ما تمشي لك نسبة، والله ما نعرفش. محاسبة العدالة. لا بتعني لي شيء يعني من الآخر. مش لا عدالة انتقالية لا عدالة أصلا. أي شيء شكيل. عدالة متنقلة ولا؟ ها؟ عدالة متنقلة مش عادلة. ساعة باش نبدأ وساعة هو فماش عدالة انتقالية. هو فما كذبة وأكثر من هذا فما كذبة أخرى يقول لك كل بلدان العالم مرت بالعدالة الانتقالية. فما ما يعبر عنه فهمتني ولا لا؟ ما انتقال دولة من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي. وهذا ما يتسمىش عدالة انتقالية بالمقاييس اللي قاعد تحكي فيها توا الحكومة، بل بالعكس انت باش تنتقل من نظام الى نظام لازم ساعة في مؤسسة نظام قديم لازمها تطيح تحاول بعد تبني مؤسسة نظام جديد. اخويا السياسة احنا ما نتبعوهاش. عدالة انتقالية تعني لي حتى والله ما نعرف شيء. عدالة انتقالية تعني برشا حاجات. العدالة الانتقالية مثلا يعني أول حاجة هي الحكومة اللي نحكي عليها صحيح ولا منارس حقوق الإنسان هذيك هي العدالة الانتقالية. من عارفة شنو باش تحكي لك أنت توا؟ شنو نقول لك أنا توا؟ بالنسبة لي أنا ما شنو نقول لك أنا؟ شو معناها بحد ذاتها العدالة الانتقالية؟ لا شنو نقول لك عدالة انتقالية؟ بالنسبة لي هنا ما زادني شيء. عدالة انتقالية معناتها باش نحكي على العدالة اسكي معناتها بالرسمي قاعدة تمارس ولا مش باش تمارس فهمني؟ مثلا حاجة انتقالية معناتها من مرحلة لمرحلة فهمني؟ العدالة الانتقالية فهمني حسب تقريبي أنا فهمني هذه حكاية فهمني ما فماش. والله فهمني نتصورها أنا العدالة الانتقالية هذه فهمني معناتها حكاية فهمني فارغة أوهام ما فماش. شنو تعني هي؟ تعني فهمني ما فهمناهاش احنا شنو فهمني عدالة انتقالية احنا كلنا ما فهمناهاش شنو هي عدالة انتقالية ما فهمها حتى.